اهلا وسهلا خواتاتي الزوينات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم اخر ما كاين في الانسومبلات، في الكسيوات، في ليكاب. المهم غادي يكون ان شاء الله فيديو متنوع، موديلات غزاله ومتنوعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وغادي نبداو ان شاء الله باول موديل. وقبل ما نبداو نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غادي نبداو اخواتاتي باول انسومبل، هو هذا اللي كيتكون من ثلاثه ديال القطع. التوب ديالو خيط كيجي على هذا الشكل، هذا الطاي ديالو ستوندار، الثمن ديالو 280 درهم، 280 بالنسبه للثمن ديال هذا الانسومبل. هذا بالنسبه لهاد الموديلات حبيباتي، كيبقاو بالكوموند. اي موديل عجبكم كترسلوا لينا في الواتساب الموديل في اللون بالضبط اللي بغيتو. بالنسبه للمعلومات ديال الموديل، نوع الثوب، لي طاي، الثمن ديالو، كلشي كنزلوا لكم هنا في الفيديو. عافاكم اخواتاتي، بقاو دائما تشوفوا الثمن، نوع الثوب، طاي، اي معلومه مهمه بزاف على الفيديو، على الموديل، غادي تلقاوه ان شاء الله في الفيديو. يعني اي حاجه كنزلها لكم اخواتاتي مع الموديل. بالنسبه لهاد الانسومبل هذا، كيتكون من ثلاثه ديال القطع، 3 بياس، الثوب ديالو صوفا، الطاي ديالو ستوندار، والثمن ديالو 260 درهم. كيجي انسومبل 3 بياس غزال في اللبسه، مصور لكم مباشره. الثوب ديالو كيكون صوفا كيف كتلاحظوا. بصراحه بزاف منكم كيعجبكم فحال هاد الموديلات اللي الثوب ديالهم كيكون سخون شويه، فحال الثوب الصوفا او الثوب الخيط، فكيكونوا الثوب ديالهم كيكون سخون، فدائما كتقولوا لي شاركيهم معنا. هدا انا جبتهم لكم اخواتاتي وبالجديد، وليكن في علمكم اخواتاتي راه بالنسبه للدفع عند التسليم، حتى كتوصلك لا كوموند ديالك حتى لبين يديك عاد كتخلصيها. الا كنتي داخل كازا ليفرور يوصل لك اللي بغيتي حتى الباب ديال الدار ديالك، الثمن ديالو 20 درهم. خارج كازا كنرسلو عبر شركه اللي كيكون الثمن ديالها 40 درهم، وكنرسلو حتى خارج المغرب. وبالنسبه كيف قلت لكم اخواتاتي، خلاص حتى كتوصلك لا كوموند حتى بين يديك عاد كتخلصي ثمن الموديل مع ثمن ديال الارسال. هو هذا اللي قلت لكم، الا كنتي خارج كازا 40 درهم، الا البلاصه اللي كيكون المدن اللي كيكونوا بعاد فكيكونوا ب 45 درهم، وبالنسبه لداخل كازا 24 درهم، والبلاصه اللي كيكونوا ثاني خارج كازا يعني النواحي ديال كازا بحال المحمديه، سبيت، مديونه، فهاد البلايص هادو كيكونوا ب 30 درهم. ولا كان عندكم اخواتاتي اي سؤال او اي استفسار، مرحبا والف مرحبا، قولوها ليا، وانا دائما راه الاشاره اي حاجه بغيتوها كتبوها ليا غير في التعليقات اخواتاتي، ومرحبا بكم. ندوزو اخواتاتي لهاد الانسومبل هذا ديال شانيل، اللي كيتكون من قطعتين. التوب ديالو صوفا كيجي على هاد الشكل، هذا انسومبل كيجي غزال في اللبسه، الفوقاني كيكون فيه طبعه ديال شانيل، والسروال كيكون انيق، والسامبل كيكون عريض كيف كتلاحظوا. دائما السراول اللي عريض بحال هكا هما اللي خارجين دابا، وهما اللي كيكونوا مريحين في اللبسه. الطاي ديالها ستوندار، والالوان اللي متوفرين فيها هما هادو اللي شاركت معاكم، والثمن ديالها 210 دراهم. ندوزو لهاد الكسوة هادي اللي كتجي طويلة، مخدومة بتوب خيط كيف كتلاحظو، كتجي غزالة في اللبسة، كتجي سامبل، كميمات ديالها كيجيو على هاد الشكل هذا. بالنسبة للطاي ديالها ستوندار، والثمن ديالها 210 دراهم، والألوان اللي متوفرين فيها هما هادو اللي شاركت معاكم. بالنسبه لهذا الانسومبل هذا 3 بياس، كيجي على هذا الشكل، هذا التوب ديالو خيط كيف كتلاحظوا، الطاي ديالو ستوندار، كيجي السروال والبودي ديالو الضغط التحتاني، والكاب من الفوق اللي كيجي مفتوح بهذا الشكل هذا. الطاي ديالهم كيكونوا ستوندار، الالوان اللي متوفرين فيهم هما هادو اللي شاركت معاكم، والثمن ديالو 285 درهم، والالوان اللي متوفرين فيهم هما هادو خواتاتي، فيهم البوردو، فيهم بلو مارين، فيهم البياض، فيهم المهم الالوان ديالهم هما هادو كاملين. اي لون بغيتو ديرو سكرين بالضبط على اللون بالضبط اللي بغيتو في الموديل. ندوزو لهاد الكاب هذا اللي كيجي على هاد الشكل، بالصديفات الكميمات كيجيو مقبوطين كيف كتلاحظوا، كيجي شويه طويل،
الطي ديالو ستوندار والثمن ديالو 200 درهم. والالوان اللي متوفرين فيه دائما اخواتاتي الالوان كيكونوا تابعين للموديل. الالوان اللي طاي نوعته بالثمن كل شيء كنقول لكم اخواتاتي في الفيديو باش تكون عندكم فكره شامله على الموديل. راه المونتاج بهذا الشكل هذا اخواتاتي والله الا كيكون صعيب، كنزيد عليا تمارا على شحال من مره، ولكن كنقول ضروري يعني الا تفرجتوا على الاقل في الموديل تكونوا عارفين الثمن ديالو، عارفين باش مخدوم، عارفين لي طاي اللي متوفرين فيه، الالوان اللي متوفرين فيه، باش نتوما كتكون عندكم فكره شامله على الموديل بكل الوانه بثمنه بلي طاي باي حاجه كتخصو. واي حاجه بغيتوا اخواتاتي كتبوها لي في التعليقات، انا دائما راه الاشاره، ولا دخلوا عندي الواتساب وهضروا معايا. مرحبا بكم اخواتاتي. ندوزو لهاد الانسومبل هذا اللي كيتكون من 3 ديال القطع، فيه السروال والبودي والكاب ديالو كيجي على هاد الشكل. بالنسبه لهاد الشكل هذا خواتاتي هذا فيهم بحال هاد السواقه هذه كيف كتلاحظوا، الالوان اللي متوفرين فيهم هما هاد اللي شاركت معاكم، والطاي ديالهم ستوندار والثمن ديالهم 235 درهم. والالوان ديالهم اخواتاتي هما هاد الالوان هادو اللي شاركت معكم، راه مصور لكم الموديل مباشره باش كتشوفوا الشكل والخدمه اكثر واكثر. ندوزو اخواتاتي لهاد الكاب هذا اللي كيجي غليظ وكيجي طويل في نفس الوقت، الطاي ديالو ستوندار والثمن ديالو 200 درهم، ومتوفر في هاد اللون هذا، اللون الابيض في اللون الاسود وفي اللون الكري، الثمن ديالو 200 درهم. كيجي كاب طويل وغليظ في نفس الوقت والطاي ديالو ستوندار وفيه حتى البلونكاس اخواتاتي. ندوزو خواتاتي لهاد الانسومبل هذا اللي كيتكون من جوج ديال القطع، السروال ديالو كيكون عريض ومريح في نفس الوقت، بالنسبه للفوقانه خواتاتي كيكون على هاد الشكل هذا فيه الزيفات كيف كتلاحظوا. بالنسبه للطاي ديالو ستوندار، وبالنسبه للتريكو الفوقاني بالنسبه للطول ديالو فيه 81 سنتيمتر. بالنسبه للفوقانه خواتاتي الطول ديالو 81 سنتيمتر، ومخدوم بثوب خيط. انسومبل كيتكون من جوج ديال القطع، متوفر خواتاتي في هاد الالوان هادو. مهم هاد الالوان كاملين اللي شاركت معكم راهم متوفرين فيه، وفيه كذلك خواتاتي الباج، فيه الابيض، فيه النواغ، والثمن ديالو 250 درهم. ندوزو لهاد الكسوه هادي لي دوبياس، مخدومه بثوب خيط، كتجي على هاد الشكل هذا الكسوه التحتانيه والكاب ديالها الفوقاني اللي كتجي فيهم هاد الزواقه هادي كيف كتلاحظوا، متوفر في هاد الالوان هادو. الطاي ديالو كتكون ستوندار، والثمن ديال هاد الكسوه هادي اللي كتكون من جوج ديال القطع 255 درهم.
ندوزو خواتاتي لهاد الانصومبل هذا اللي كيتكون من جوج ديال القطع دو بياس، طاي ديالو ستوندار متوفر فهاد الالوان هادو، والثمن ديالو 180 درهم. كيجي سامبل، والسروال ديالو راه كيكون عريض ومريح في نفس الوقت، والفوقاني ديالو حتى هو كيكون سامبل فيهم غير هاد الصديفات. هاد الشكل هذا كيكون من القدام شويه قصير ومن اللور كيكون طويل. ندوزو لهاد الانصومبل هذا اللي كيتكون من ثلاثه ديال القطع. توب تحتاني كيكون توب مونطوني مع الشوميزه اللي كتكون اوفر سايز، ديال التوب ديالها كيكون ديال الكشمير مع الطبعه ديالها ديال ديور. بالنسبه للقياسات فيها الام الال اكس ال دوبل اكس ال، فيها من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، والثمن ديالها 215 درهم. والالوان اللي متوفرين فيها هما هادو اللي شاركت معاكم. بالنسبه لهذا الانصومبل هذا خواتاتي حتى هو كيتكون من ثلاثه ديال القطع، مخدوم توب صوفا، طاي ديالو ستوندار، كيجي السروال ديالو عريض ومريح، وكيجي تحتاني ديالو هذا الكاب الفوقاني اللي كيكون مزوق، وتحتاني كيكونوا سامبل بثلاثه بهم مخدومين بتوب صوفا، طاي ديالهم ستوندار، والثمن ديالهم 285 درهم. والالوان اللي متوفرين فيهم هما هادو اللي شاركت معاكم. بالنسبه لهاد الشوميزه هذه كتجي طويله بالقب ديالها، التوب ديالها كاشمير كارو سخون كيف كتلاحظوا، فيها جيوب البنات وفيها حتى الصديفات بحال هكا في القدام، كتكون طويله من القدام ومن اللور، ومن الجنب كتكون طالعه شويه بالنسبه للشكل ديال الفصاله ديالها. بالنسبه لي طاي فيهم الام الال اكس ال دوبل اكس ال، فيهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، والثمن ديالهم 170 درهم. 170 درهم بالنسبه للثمن ديال هاد الشوميزه هذه اللي كتجي طويله بالقب ديالها، وكيف قلت لكم بالنسبه للتوب ديالها مخدومه بتوب كاشمير كارو كيكون سخون. والثمن ديال هاد الشوميزه خواتاتي غير 170 درهم، وبالنسبه للالوان اللي متوفرين فيها هما هادو اللي شاركت معاكم. ندوزو خواتاتي لهاد الانصومبل هذا اللي كيتكون من قطعتين، التوب ديالو صوفا، الطاي ديالو ستوندار، والثمن ديالو 190 درهم. والالوان اللي متوفرين فيه هما هادو اللي شاركت معاكم. بالنسبه لهاد الكاب هذا كيجي على شكل مونطو، التوب ديالو كاشمير كيجي فيه صديفه بحال هكايا، وكيجي سامبل وفيه هاد الجيوبه هادو بالقب ديالو، والالوان اللي متوفرين فيه هما هادو اللي شاركت معاكم. والطاي ديالو ستوندار، والثمن ديالو 190 درهم.
بالنسبه لهذا الكاب هذا كيجي طويل بالكابيش، التوب ديالو خيط، الطاي ديالو ستوندار، والثمن ديالو 150 درهم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، فلا عجبكم ما تنسونيش من لايك للفيديو ومن البارتاج ديالكم مع اصدقائكم وعائلاتكم باش تعمل فائده. خليت لكم الراحه والهنا يا اجمل واروع متتبعات واخواتات في نفس الوقت. ما تنسونيش اخواتاتي اي حاجه بغيتوها ان شاء الله كتبوها لي في التعليقات، وانا دائما راه الاشاره. وخليت لكم الراحه والهنا، والسلام عليكم، تنطلقوا ان شاء الله مع فيديو جديد.